اهلا بيكم في درس جديد من قناة تعلم الانجليزية مع اميرة. درس النهاردة هيبقى عبارة عن اختبار مكون من 10 اسئلة في اللغة الانجليزية، ومجموع الدرجات بتاعت العشر اسئلة 20 درجة، ومع كل سؤال هتلاقوا عداد وقت عشان تاخد فرصتك لحل السؤال. بعد عداد الوقت ما يخلص هتلاقوا اجابة السؤال، وكل سؤال ليه درجة خاصة بيه هتلاقوها مكتوبة على رأس السؤال. ده اول اختبار اعمله على القناة، عشان كده هتلاقوه سهل. انا فضلت اعمله للمبتدئين، وان شاء الله كل فترة هعمل اختبار وهدرج المستوى من السهل الى الاصعب. اتمنى من كل شخص يشوف الاختبار ويحل الاسئلة انه يكتب لي الدرجة بتاعته في كومنت. تعالوا نبدأ الاختبار. السؤال الأول ودرجته هتبقى 2.5. ترجم هذه الكلمات من العربية إلى الإنجليزية. الشقيق، الإبنة، العائلة، الأم، الناس. السؤال الثاني ودرجته هتبقى 2.5. ترجم هذه الكلمات من الإنجليزية إلى العربية. carry، best، behind، above، ability. السؤال الثالث ودرجته هتبقى 1.5. وصل كل صورة بالكلمة المناسبة. girl، groom، grandparents. السؤال الرابع ودرجته هتبقى 1. اختار الترجمة الصحيحة لهذه الجملة. How are you? السؤال الخامس ودرجته هتبقى 1. اختار الترجمة الصحيحة لهذه الجملة.
تصبح على خير. السؤال السادس، ودرجته هتبقى 1.5. استمع إلى هذه الجملة وحاول أن تكتبها مع الترجمة. Can you help me؟ مرة أخرى. Can you help me؟ Can you help me؟ هل يمكنك مساعدتي؟ السؤال السابع، ودرجته هتبقى 1. اختار التعبير المناسب لهذه الصورة. Marriage proposal. Newlyweds. Bride. Marriage proposal. السؤال الثامن، ودرجته هتبقى 2.5. وصل الكلمات بالترجمة المناسبة. Aunt. Boy. Couple. Rendezvous. Uncle. الصبي، العم، العمة، الزوجين، الموعد. السؤال التاسع، ودرجته هتبقى 1.5. ترجم هذه الجملة من الإنجليزية إلى العربية. I am looking for a job. I am looking for a job. السؤال العاشر، ودرجته هتبقى 5. محادثة تفاعلية. نأتي إلى السؤال الأخير والأهم، والذي يهدف إلى تعلم المحادثة الإنجليزية. سنعرض عليكم محادثة بين طرفين بالصوت، ومطلوب من حضرتك ترجمة هذه المحادثة. والآن مع عرض المحادثة، وبرجاء التركيز جيدا حتى تستطيع ترجمتها بدقة. Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here?
2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. مرة تانية مع الترجمة، يا ريت كلنا نراجع ونشوف ترجمنا صح أم خطأ. Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير.